أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: كان لدينا كلب صيد نصطاد به، وبعد فترة ساء طبعه فعزمت على رميه بعيدا، فذهبت به ورميته، وبعد 4 أيام جاء لنا، فقمت بربطه لمدة 3 أيام حتى مات من شدة الجوع والعطش، وأنا أتذكر هذا الكلب دائما وتذكر صوته عندما كان يتألم، فهل كنت مذنبا؟ وإذا كنت مذنبا فهل يلزمني شيء؟ نعم، أنت مذنب وعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا العمل، والله يتوب على من تاب. نعم.